الدور ديالي في 30 مليون هو الدور ديال واحد وحدة من المجموعة يعني ديال واحد الصحاب اللي كيحاولوا يديروا أقصى جهدهم باش ينقذوا صاحبهم باش يجمعوا ليه واحد المبلغ مالي وينقذوا صاحبهم من الحبس. هي من الأحسن تبقى الحياة الشخصية أباغ أنا بالنسبة لي يعني، وحتى الناس أنا كنظن ما تهمهمش يعرفوا حياتك. يعني بزاف ديال الناس اللي كيقول لك حنا ما كيهمناش نعرفوا حياه الفنان، بركة علينا زعما نعرفوا غير نشوفوا الفن اللي كيقدم يكون في المستوى. يعني ما كنظنش انه غيشكل شي حاجه اللي غيشكل يعني شي مشكل للناس الا اعلنت او ما اعلنتش على زواجي وتا يزيدوا نسميوه سعيد. ويا لا مشكل ناري اختي الفتنه هذه الفتنه لا بالعكس، شوفي كاين ظروف الواحد كل واحد وفاش خايد فاش غالو. ملي كتلاقينا كيلاقينا شي عمل اولا كيكون عندنا يعني واحد الوقت خاوي ما عندناش عمل فيه كنتلاقاو، انا كنبغيهم بجوج وماشي غير بجوج يعني كنبغي الناس كاملين، واللي كيبغيني وكيشريني وكيتقرب مني كنكون حتى انا كنبادلو نفس الشيء. فبالعكس يمكن هما ظروفهم خاصه مشغولين انا مشغوله، كنتمنى ان شاء الله زعما الجايات نتلاقاو فيهم اكثر من اللي فات.